سيهم انتم عضو المجلس الفيدرالي والموقعين النداء ديال المستقبل، بغينا شنو تفسرنا هذا السياق؟ لماذا الان خرجتيو بهذا النداء؟ كوتي النداء المستقبل ما جاش من فراغ ولا جا نتيجه ديال واحد الازمه اللي كيعيشها الحزب منذ سنه دابا بحده، وازمه بنيويه داخل التنظيم الحزبي اللي كنعيشوها منذ التاسيس، انه اليوم مجموعه من الاطر ديال الحزب، مجموعه من الكفاءات، العدد ديالهم 13، ارتأوا انهم يخرجوا من الصمت ويخرجوا من حاله متفرجين ويدخلوا الساحه ديال الصراع اللي كاين وسط الحزب. نحن في صراع مع الرداءة ومع العبث، لأنه اليوم كاين جهات تستمر في دعم العبث وتستمر في دعم لا مسؤولية وتستمر في دعم اللا ديمقراطية داخل الحزب. الحدة ديال هذه الأزمة شنو هي؟ الحدة هو أننا ولينا نتفنن في ضرب القانون بعرض الحائط. القوانين ديال الحزب كلها اليوم لا نطبقها، وآخر دليل على ذلك هو المقرر الأخير ديال المجلس الوطني بخصوص تركيبة اللجنة التحضيرية، وللأسف نحن اليوم على مشارف أول اجتماع ديال اللجنة التحضيرية، ولكن كاين جهات وكاين بعض المسؤولين الله يهديهم باقي ما فهموش أنه هذا الحزب اليوم فيه مناضلين وفيه شباب تشبعوا المشروع ديال الحزب وما يمكنش يبقوا يقبلوا بهاد العبث. هاد الناس اللي معنا اليوم في هاد المسؤولين عندنا في الحزب ما يزاريف با كومبروند لابيل ديال اعلى سلطه في البلاد اللي كيقول لهم سيدنا، كيقول لهم الفو انتغري لي جون، لانه ولاد اليوم هما يلقاو الحلول تاع المشاكل ديالهم. لكن هناك ناس يغردون خارج السرب، كيف انه اعلى سلطه في البلاد تدعو الاحزاب للمساهمه الفعاله في هذا النقاش الدائري وتلعب الدورة على أكمل وجه، وأكثر من ذلك رغم معاتبته للأحزاب زاد وقال في الخطاب ديالو الأخير أنه يجب رفع الدعم من الأحزاب، يعني الملك ما زال يمد اليد إلى الأحزاب. لكن هذه الأحزاب اليوم فاش كنشوفوا أنه على رأسها هناك شيوخ أكلت بهم الظهر، كيف يقول احنا تسير على قمة ديال الحزب هو اللي احنا في النداء ديالنا قلنا انه كاين مشكلة على مستوى التسيير، على مستوى القمة، على مستوى الجهات، على احنا اليوم محتاجين جيل. واش التسيير نقولوها بكل وضوح هو ديال الحاكم بن شمس؟ كاين اخطاء في التسيير ديال الحاكم بن شمس، ولكن الحاكم بن شمس ما كيسيرش بوحده مع واحد الفريق. لهذا احنا اليوم كنقولوا انه خصو يكون قيادات جديدة. الحزب استطاع يكون في 10 سنين استطاع يكون واحد القيادات. احنا ما كنتكلموش على الشباب، احنا كنتكلموا على واحد الجيل جديد اللي يمارس السياسة لأول مرة داخل حزب أسرى ومعسرى، لأنه آمن بالمشروع الحداثي. عاودنا على الباركور ديالك، أنت كنت قبل باركور. أنا قبل ما ندخل لحزب أسرى ومعسرى كنت في الشارع، كنت في 20 فبراير كنت كنشير بالحجر على الحزب أسرى ومعسرى، هذه الصورة. لكن لقيت في حزب أسرى ومعاصرة فاش دخلت لي في 2011 واحد المجال خصب للمساهمة في بناء الوطن، لكن تلك العناوين اللي تغرينا بها في هذاك الوقت مشات مع الوقت، واليوم قلنا نتحملوا مسؤوليتنا وما يمكنش شي واحد يعاتبنا اننا قررنا ما نبقاوش مربين ايدينا ونصفقوا على الاخرين. اذا غدا غادي تشاركوا في اللجنة التحضيرية، شنو هي الكلمه مثلا اللي خديتي تتكلم في هذا الموضوع غدا؟ اش غتقول لهم؟ اظن صوتي او كلماتي غتكون بحال الكلمه ديال بزاف الشباب داخل الحزب اللي عازمين انهم يحاربوا الفساد اللي كاين داخل الحزب، لانه اول مدخل لاصلاح حزب أسرى ومعسرى هو تصفيه التركه اللي شويه ماشي تلهي ونديروا طريقه جديده. هو سي هشام عطانا نظرة حول الأزمة، الآن تنطلبوا منك تعطينا شنو هي الاقتراحات والحلول اللي يمكن تخلي حزب الأسرى يتنعش ويمشي للانتخابات المقبلة وهو الصفوف ديالو ملتحمة. حقيقة اليوم يعني شنو كنقترحوا في إطار نداء المستقبل؟ هو كنقترحوا ثلاث مداخل اساسيه اللي كنعتبروها حنا اساسيه باش يدار الاصلاح في الحزب، لانه ما يمكنش اليوم ان كل شيء ينادي
بالوحده وكيطالب بانطلاقه جديده وكيطالب باصلاح ذات البين وكيطالب ببناء حزب قوي بدون ما كيطرح حلول عمليه. حنا طرحنا واحد ثلاثه ديال الحلول اللي كنعتبروها استراتيجيه واساسيه. اولا الديمقراطيه الداخليه والتدبير الجهوي للحزب كخيارات استراتيجيه. اليوم لا يمكن ان نستمر بسياسه التوافقات وسياسه الاجماع. الا كان هناك مؤشرات ديال الديمقراطيه فهناك مؤشرات ديال غياب الديمقراطيه. مؤشرات ديال غياب الديمقراطيه من وجهه نظري المتواضعه هي الاجماع والتوافق. ما يمكنش الناس تجمع. راه مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجمع عليه امته. سياسه الاجماع يجب القطع معها نهائيا والمرور الى الديمقراطيه الداخليه باعتبارها من اليات الحكامه الجيده اللي احنا في امس الحاجه اليها. المساله الثانيه في نفس النقطة هي التدبير الجهوي. اليوم خص تعطى الجهات تشتغل. ما يمكنش يبقى الحزب فقط في طريق زعير، لأن الحزب راه كيدير النتائج وكيجيب البرلمانيين وكيجيب المنتخبين وكيجيب المكانة ديالو ملي كيقول ثاني حزب في المغرب، ليس بفضل الرباط، ليس بفضل مقاطعة السويسي، ولكن بفضل هوامش المغرب اللي اليوم خص تعطاها اختصاصات وتعطاها الإمكانيات وتشتغل. وملي كنهضروا على التدبير الجهوي تكون واحد التوزيع مالي جهوي، توزيع ديال الدعم اللي كنشدوا من عند الحكومه على الجهات، وكل جهه تشتغل بواحد الاستقلاليه اللي تقدر تخلي تكون عندنا حزب قوي جهويا، يكون عندنا 12 قيادات جهويه كبيره تقدر تحرك الجهه ونحسوا باننا خدامين 12 الخليه على الاقل في كل جهه بطبيعه الحال، يشتغلوا معها الاقاليم ديالها ويشتغلوا الامانات المحليه الى اخره. كاين المدخل الثاني اللي كيعتبر بالنسبه لنا اساسي جدا هو تجديد النخب. راه حزب الاصاله والمعاصره في الطرح ديالو النهار الاول اللي جا كان كيطرح اشكاليه ان كاين القيادات السياسيه بقات في بلاصتها من 84 من 85، ما كاينش تجديد النخب، خصنا نفس جديد، خص الاطر يدخلوا. كان جا باش يستاجب لواحد الاشكاليه ديال العزوف السياسي، لان كانت ديك الساعه نسبه المشاركه الانتخابيه ضعيفه جدا. اليوم حنا كنقولوا راه الحزب كيوقع في نفس الاخطاء، لان نفس الاشخاص كيتحملوا المسؤوليه، وحنا كنقولوا كشباب وكاطر بانه الناس اللي كانوا جزء من المشكل مستحيل وليس من المعقول ان يكونوا جزءا من الحل. والمسألة الثالثة هو توحيد الصف الديمقراطي باعتبار أن حزب الأصالة والمعاصرة عنده مشروع مجتمعي واضح المعالم وعنده خطاب وعنده مواقف اللي خصو يدافع عليها وخصو يتعاون مع جميع القوى الحداثية الديمقراطية اللي كاينة في البلاد اللي كتأمن بهذه الأفكار، لأن الوحدة هي اللي غادي تخلينا نمشيو بعيد. لأنهم اللي كتجري بوحدك غتمشي أسرع، ولكن ملي غتشتغل مع الناس حتما غتمشي أبعد. هذه الأفكار هناك في الحزب أغلبية اللي هي تشاطركم بطبيعه الحال. حنا لسنا اقليه ولا نعتقد بان اقليه، كنعتبروا بان ما نقوله هو عين الصواب، لان اللي كنطالبوا به هو التغيير. التغيير اللي كان شعار ديال حزب الاصاله والمعاصره. وملي كنطالبوا بهذا الشيء ما كنطالبوش به باسمنا، ملي كنقولوا الديمقراطيه الداخليه يعني كنقولوا راه الجميع كيشارك في القرار. يعني كنطرحوا سؤال ديال كيفيه صناعه القرار الحزبي اليوم اللي كيطرح اكثر من سؤال، لان جميع القرارات اليوم اللي كتخذ سواء على مستوى الامانه العامه او في مستويات اقل غالبا ما كتلقى نصف يرفضوها. لماذا؟ لانها كتخذ في غياب اليات ديمقراطيه اللي كتخلي الانسان كيرضى بالنتائج. وحنا كنعتقدوا بان الكثير من الشباب والكثير من النخب الجديده وجيل جديد من السياسيين عندنا في حزب الاصاله والمعاصره يؤمنوا بنا، وكنعتقدوا بانه الا مشينا في هذه المداخل الثلاثه اللي اقترحناها بانه ليس فقط غنربحوا الناس اللي معنا في الحزب، ولكن غيلتحقوا بنا الناس كثار جداد. واش كاين تيبان لكم انتم شي قيادي اللي يمكن له يقود هذه البخيره هذه؟ انا كنعتقد بان حزب الاصاله والمعاصره ما فيهش قيادي واحد، فيه الاف القيادات. يعني مثلا اللي يمكن يحقق هذه الطموحات ديالو بطبيعه الحال. كاع هاد 13 اللي وقعوا على هذا البيان راه قيادات بينات على الامكانيات ديالها ومؤهله باش تحمل اعلى المسؤوليات في الحزب، اضافه الى الناس اللي ما وقعوش في البيان، لان كاين بزاف ديال الاطر اللي تبارك الله عندهم مستوى عندهم تجربه عندهم تراكم اللي يقدروا يتحملوا المسؤوليه في هذا الحزب. واش انتم واثقين بان هذا الرهان يمكن لكم تربحوه وباقي سنتين الى الانتخابات؟ بالنسبه لنا حنا هذا البيان الهدف ديالو ليس انتخابات 2021، ليس هو المؤتمر، هذا بيان للمستقبل. وعندما نتحدث عن المستقبل ليس سنتين او ثلاث سنوات، حنا كنفكروا في الاجيال القادمه. حزب الاصاله والمعاصره ما عندوش هدف ديال ربح الانتخابات ديال 2021. اللي عندهم هذا الرهان الانتخابي ديال المؤتمر ولا الرهان ديال الانتخابات ديال 2021 مخطئين. حنا شباب، حنا كنفكروا لولادنا ولاد ولادنا، كنفكروا بعيد، كنشوفوا بان مشروع حزب الاصاله والمعاصره 10 سنين اليوم كيصنع التاريخ، كيبني شي حاجه جديده وخص يبنيها بشكل قوي. والرهان ديالنا رهان طويل المدى وليس رهان قصير المدى، وليس ليس توقع من اجل المؤتمر او من اجل الانتخابات.